السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا محاضرة مع أستاذنا الفاضل مهندس محمد ماجد حجازي. هو ما شاء الله ليه نشاط كبير جدا في موضوع إدارة المشاريع، وعنده خبرة أكتر من 21 عام في مشاريع التشييد العملاقة في مجالات المباني والبنية التحتية والطرق، وليه صاحب مؤلفات كتيرة زي 50 سؤال في تخطيط المشروعات وأسس إدارة عقود التشييد والمقاولات، وحصل على ماجستير قانون التشييد من جامعة سالفورد مانشستر بريطانيا، وماجستير إدارة الأعمال الجامعة الأمريكية أب بيبول، وبكالوريوس هندسة مدنية جامعة عين شمس من مصر، وحصل على درجة استشاري. من الهيئة السعودية للمهندسين وعضو المعهد الملكي البريطاني الـ MRICS، وهي المحاضرة النهاردة عن الطريق لتكون عضو في الـ RICS. اتفضل يا أستاذنا، اتفضل يا باشمهندس. شكرا يا مهندس عمر، وجزاكم الله خيرا على المقدمة وعلى الدعوة الكريمة والمجهود الجميل. بارك الله فيكم وفي الزملاء الكرام جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على إزاي تحصل على عضوية الـ RICS، Royal Institute of Chartered Surveyor، المعهد الملكي البريطاني للمساحين المعتمدين. الكونتنت بتاع المحاضرة، الموضوعات اللي هنتكلم فيها، أول حاجة هنتكلم إيه هي الـ RICS، About RICS. بعد كده هنتكلم فوائد الحصول على العضوية، benefits of being member، والmember grades، درجات العضوية، والpathways، المسارات اللي بنقدر نوصل بيها للعضوية، الroots وrequirements والsteps والخطوات اللي هنعملها، كل حاجة، الخطوات من أول ما هنبدأ إيه هي عشان نتعرف على العضوية المناسبة لينا والمسار والطريقة لحد ما نحصل على العضوية. برضو هنتكلم على نيجي نتكلم بقى على التفاصيل، هنتكلم شوية على في submissions بتتقدم، في skills معينة هم محتاجين ان هم يتأكدوا منها، وبتتكتب بطريقة معينة من الكومبتنسز، وليها ليفلز، هنعرف ايه هي انواع الكومبتنسز والليفلز بتاعتها، وازاي يبقى في كونسلر مطلوب، ولو هتبقى في منتورنج مع حد لحد ما تخلص الطريق لحد ما تحصل على العضوية، وازاي تعمل بلاننج وتعمل خطة للعضوية دي. الـ RICS الحقيقة جهة بريطانية معروفة بتدي اعتمادات مختلفة. هي أول ما واحدة من one of the world's leading professional bodies، من الجهات المهنية الرائدة والقائدة عالميا في الـ qualifications والـ standards. ان في بعض المجالات اللاند والبروبرتي والكونستراكشن، وحاليا منشورات يعني جميله جدا وقيمه جدا في الكونستراكشن، غيرها من حاجات في مثلا المواضيع الثانيه والاماكن الثانيه بتتكلم عن البروجكت مانجمنت، لا تتكلم عن البروجكت مانجمنت عموما، وما بيبقاش عندهم حاجات كتير في الكونستراكشن. ميزه الـ RICS ان هي عندها كونتنت جميل ومفيد جدا في الكونستراكشن، وبتدي كواليفيكيشنز واعتمادات للاشخاص. تأسست سنة 1868 في لندن، ودلوقتي ليها مكاتب all over the world، حول العالم. فهي جهة عالمية من الشرق إلى الغرب. qualified members are recognized by designations. الشخص بقى اللي بيبقى qualified و membership عندهم ويحصل على designation معينة، منها الفيلو، فبيبقى في فيلو RICS، في member MRICS، وفي associate RICS. فدول ثلاثة ليفلز من الديزيجنيشنز والعضوية بتاعتهم. Accredited professional must adhere to RICS quality and ethics standards، ليهم rule of conduct وقواعد أخلاقية، أي حد بيبقى منبر عندهم لازم يتبع القواعد دي، وده بيديله ثقة في الماركت إن هو شخص معتمد من جهة عندها ستاندرد وبتتابع الناس من ناحية متابعة سلوك والتعامل الجيد مع الكلاينتس. الفوائد من الحصول على الـ RICS، يمكن احنا من شويه اتكلمنا على جزء من الموضوع ده، ان احنا بنتكلم على مكان معترف بيه عالميا، والديزيجنيشنز بتاعتها ليها فاليو كبيره. فالديزيجنيشن او الكريدنشز دي بتدي كونفيدنس في ريكروترز اند كلاينتس، لما يجي حد في التوظيف او تيجي شركه بتعمل بزنس ويبقى عندها ناس ممبرز في الـ RICS، فده بيديها
امتياز للشخص او للشركه تبقى بيدي ميزه تنافسيه في الماركت، بيدي فرص للبروموشن and getting higher salaries. برضو عادة السالاريز بتبقى معقولة على حد معاه ممبرشيب بتبقى أعلى. وكمان نتوركينج، إنك بتبتدي بقى تتعرف على الممبرز التانيين ونتوركينج حول العالم والإيفنتس المختلفة اللي الأرايسيس بتعملها أو ممكن تشارك فيها، غير النولج والستاندردز اللي موجودة عندهم ومفيدة في انك تعرف الاندستري وعندك جايدنس نوتس والتطورات الموجوده في مجال. العضويات زي ما قلنا ليها مجموعه ليفلز، منها اللي قلناها الاول الاسوشيت ممبر، وبعدين التشارتر ممبر، وبعدين بعد كده الفيلو، وفي ستودنت ممبر. الاسوشيت بيبقى ليفل مبتدئ شويه، يمكن هنركز عليه اكتر في حضرتنا، انك ازاي تبقى تشارتر ممبر. وبعد ما تبقى شارتر بعد كده بتقدر تلتحق بيه انك تقدم على الفيلو بشروط معينه ومسار معين. ناس كواليفايد حول العالم كان حسب الاحصائيه 130,000، يمكن زادوا في 22 137,000، وما زال في الاف بيزيدوا حول العالم من المناطق المختلفه، يعني امريكاز والميدل ايست والاسيا باسيفيك، فيها أعداد مختلفة في الممبرز. علشان تقدم بقى في تختار باثوي. باثوي ده في المجالات المختلفة دي، حاجات في اللاند والبروبرتي والكونستراكشن. من أشهر باثويز واللي هنتكلم عنهم دلوقتي طبعا الكوانت سيرفير، وفي كمان بروجكت مانجمنت. وفي الكوانت سيرفير أند كونستراكشن، وفي البروجكت مانجمنت. الحقيقة الكوانت سيرفير بما ان ار اس اس جهه بريطانيه، فهم بيهتموا ان كواليفاي حد يبقى كوانت سيرفير. كوانت سيرفير يعمل اعمال الكوميرشال بعد كده، وبعد كده بيبقى يعني كونتراكت مع بعض. فالجزء المسار ده الكوانت سيرفير والكوميرشال مهتمين برضه بمجال الكونتراكت، فتلاقي عندهم حاجات كتير من الجايدنس نوت والستاندردز، بيتكلم على الكونتراكتس والديسبيوت ريزوليوشنز والادجيديكيشن اللي موجوده في يو كي، وحاجات ليها علاقه بالعقود والكلينس والكوست. المسارات دي لو عايز تبقى اسوشيت في 13 باث واي، من 22 بيوصلوا للاسوشيت ليفل، وفي 22 باث واي للتشارتر ممبر. فاللي عايز يدخل في اول ليفل مش بيبقى متاح له كل المسارات دي. طيب انا لو دلوقتي اخترت مسار من ال 22 دول، وليكن بروجكت مانجمنت او كوان سيرفير او كونستراكشن، وعايز اقدم، بقدر اقدم ازاي؟ في حاجات بتبقى دايركت انتري، في حاجات لو معاك عضويتها بتدخلك مباشره انك تبقى عضو في الار اس اس مباشره. ولكن الحاجات دي يعني برضو بتشترط انك تبقى عامل عضويات في اماكن شبيهه. ممكن ارجع لها من الموقع. في مسار تاني اللي هو assessment of professional competence، انه بيبتدي بقى يشوف الايه الكومبتنسز اللي عندك والمهارات المهنيه اللي عندك ويعمل لها assessment. لو انت واخد حاجه من accredited من ال RICS، يعني شهادتك من المكان اللي انت واخد منه الشهاده الباتشلر ديجري او غيره معتمده من ال RICS، فممكن بتعمل structure training من 12 ل 24 شهر، وتكتب فيهم دايره وحاجات كده، وبتقدم على العضويه بدون ما يشترط الخمس سنين خبره. انما لو انت مش خدتش المسار ده في البرنامج ريفيو، فده بيشترط خمس سنين خبره، بتروح للايه السبمشن بتاعك وبعدين الفاينل اسسمنت. في مسار تاني بقى لو خبره اكبر من كده، لو عندك خبره بقى بتزيد عن العشر سنين، فممكن تقدم حاجه سينيور بروفيشنال اكسبيرينس از ليدر او مانجر، ولازم برضه تبقى في مانجيريال بوزيشن، لانك هتبتدي تعتمد على الليدر شيب والمانجيريال سكيلز بتاعتك، وبيبقى جزء كبير من السبمشن وكمان من الاسسمنت الخاص بالمسار ده. وفي سبيشاليست واكاديميك. طيب ايه الخطوات لكل حاجه من دول؟
هنبتدي ندخل فيه تفصيل اكتر. ان انا خلاص انا شفت ان الار اس اس فعلا دخلت على الويب سايت بتاعهم وبدات اشوف الجايدنس نوتس والحاجات اللي هم بالستاندردز اللي بيقدموها المختلفه، وقد ايه شفتها كمان موجوده في الريكروترز بيطلبوها في اعلانات الوظائف وغيره، فهي مفيده من الناحيه المهنيه ومفيده من ناحيه الكارير، وبقت مطلوبه في اماكن كتير للبوزيشنز خصوصا البوزيشنز السينيور والمانجيري. طيب انا عايز اقدم، ايه الخطوات اللي انا اعملها عشان اقدم ابقى ام ار اس اس او الاسوشيت؟ الاسوشيت الاول هنا بيبقى يعني سي في ريفيو، بيقدم يعني 3000 كلمه سامري اوف اكسبيرينس و2500 كلمه كيس ستادي في حاجه اسمها سي في دي هنشوفها بعد شويه، ومجرد اونلاين سبمشن وبياخد الايه الليفل الاولاني. طيب الليفل الثانيه بتاعت الممبر احنا قلنا في الاي بي سي ستراكشر، الاي بي سي برنامري، والاي بي سي برنامري ريفيو ده هو الاكثر اكثر مسار الناس بتدخل منه الممبر شيب. فهنا انت عندك ديجري بروفيشنال كواليفيكيشن، معاك مثلا و5 years experience، معاك بكالوريوس هندسه مثلا و5 years experience، معاك كواليفايد في الكوانت سيرفينج و5 years experience. ففي الحاله دي بتبتدي تقدم على المسار ده. المسار ده بتقدم حاجه برضه اسمها سمر اوف اكسبيرينس، هنشوف يعني ايه سمر اوف اكسبيرينس. بتكتب خبرتك ولكن بتكتبها بالطريقه اللي هم عايزينها، بتكتبها في مجموعه مهارات وكومبتنسز خاصه بالمسار بتاعك الباث واي اللي انت اخترته، وبتقدم كمان كيس ستادي من 3000 كلمه، وبعدين بعد كده بتعمل برزنتيشن على الكيس ستادي وبيبقى فيه انترفيو. المسار الثاني لو انت سينيور بروفيشنال، انت مانجيريال بقى بروفايل، بتقدم الاول السي في بتاعك و400 كلمه ستيتمنت عن مانجيريال بروفايل بتاعك، وبعد كده بتقدم 3 كيس ستاديز حوالي 1500 كلمه، وبعدين بيتعمل انترفيو عن السينيور بروفايل بتاعك، مانجيريال بروفايل بتاعك، واسئله برضه في الكومبتنسز للباثوي اللي انت اخترته. يبقى في الحالتين بتختار باثوي ولكن دي روتس مختلفة. فيبقى احنا عندنا الباثويز ال 22 دول وروت من الروتس اللي اتكلمنا عنهم، الاثنين منهم الاساسيين اللي هو ال اي بي سي وال اس بي اي سينيور بروفيشنال اسسمنت و الاسسمنت اوف بروفيشنال كومبتنس. يبقى دول اللي المسارين الاساسيين لو انت مش دايركت انتري، ودي الخطوات بتاعتك. طيب الخطوات دي بقى هنبتدي نعملها ازاي؟ اول حاجه هكريت اكونت على ار اس اس، وبعدين هحضر السبمشن بتاعي، وهيبقى في كونسلر في الموضوع ده نتكلم عنه، وبعدين اوصل لمرحله ان انا بعد ما اعمل السبمشن بوصل للايه للانترفيو، يبقى في اسسمنت انترفيو. لهنا عاملين بلاتفورم جديد دلوقتي بيقدم فيه كل السبمشن بتاعنا. السبمشن بتاعنا فيه جزء اللي هو عدد ساعات التدريب والكورسات وغيره، وجزء انك الكومبتنسز اللي بتختارها حسب الباثوي بتاعك، وجزء فيه بروفيشناليزم مديول ده كورس عندهم في الاثكس، وانك بتتبع رولز اوف كوندكت بتاعتهم والاثكس ستاندردز، وبعدين بيبقى صالح لمده سنه من بعد ما تعدي الكورس والاختبار بتاعك، وبتقدم كمان كيس ستادي، وبترفع السي في بتاعك على الامبلمنت هيستوري في الويب سايت، وبعدين الكونسلر بيوافق لك وتبقى انت كده ابروف، تدخل على الخطوه اللي بعدها الانترفيو. خطوات تفصيلاتها شكلها عامل ازاي؟ لو اتكلمنا على اول حاجه الكونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت اللي هو سميناها سي بي دي، دي عدد ساعات تريننج وتبتدي تحط لها ريكوردنج عندك. الكلام ده بينقسم، الساعات دي بتنقسم لنوعين، نوع ان انت بتحضر كورسات فده بيسموها فورمال سي بي دي يو، فورمال سي بي دي انه دي حاجات رسميه، حضرت كورس معين تريننج منتظم له تفاصيل، او انت كنت انستراكتور برضه في كورس معين له استراكشر وله تفاصيل بتاعته، فدي بتبقى فورمال فيديوز. في حاجات تانية ما بتبقاش استراكشر بروجرام، في حاجات بتبقى ان حاجات انت ليها مش فورمال، حاجه تدريب في
في الشغل، المنتورنج حاصل في الشغل، حاجات تانية انت انشطة تانية بتعملها، فدي بتجمع عندك برضو ايه سي بي ديز. امثلة اكتر على الموضوع ده ان انت حضرت بروفيشنال كورس، سيمينار، كل الحاجات دي ايه فورمال. برضو نفس الكلام استراكشر سيمينار، حضرت كونفرنس، كل ده برضو فورمال. ديفلوبمنت ان براكتيكال سكيلز اكتيفيتيز وانشطه وشغل بتعمله في مشروعك او بتتلقى كوتشنج من حد، فده بقى ايه انفورمال ليرنينج، وانت بتطور نفسك والفيرم بتاعتك بتعمل لك برضه ليرنينج وديفلوبمنت من اكسبرتس، فده ايه انفورمال. فورمال ليرنينج من الاورجانيزيشن بورد بتاعتك عامله لك حاجات ان هاوس تريننج، فده تحول الى ايه فورمال. لو انت بتعمل تيتشنج او تريننج برضه ده ممكن يبقى ايه فورمال. فيبقى دي ايه الحاجات اللي انت بتبتدي تدخلها لحد ما تجمع السي بي ديز المطلوب. كل مسار له سي بي ديز معينه مطلوبه، هنشوف عددهم ايه برضه. يبقى احنا هنا اتكلمنا ايه على السي بي ديز، عندنا هنا كام مجموعه خطوات، اربع خطوات اساسيين، السي بي دي والايثكس، وانك تكتب السبمشن بتاعك من كومبتنسز وكيس ستادي. يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها هنا انك ايه هي السي بي ديز وازاي تعمل لها ريكوردنج وامثله عليها، وتبتدي ترفعها على الموقع، وده بتعمله لمده سنه، كل سنويا لازم تحقق سي بي ديز معين. تاني حاجه البروفيشناليزم مديول، ده بقى بتبتدي تدخل تاخد كورسز عندهم، دي لك كورس هو يشرح الرولز اوف كوندكت والاثكس برنسبلز، ويبتدي يختبرك في مجموعه، يقدم لك مجموعه سيناريوز ويختبرك برضه بنفس الطريقه، مقسم الى فور موديولز، انتروداكشن عن الاثيك والريزم الرول اوف كوندكت وانتجريتي بروفيشنال كود اوف اثكس، وبعض الاثيكال توبكس والمواضيع الاخلاقيه، ويبتدي يديلك كيس ستادي كده، وبعدين يبتدي يقدم لك الاختبار، وتعدي الاختبار ده بتبقى انت عديت الايه البروفيشناليزم موديول، ويبقى صالح لمده سنه لما تقدم السبمشن بتاعك رحله الاختبار، لو غير كده تحتاج تعيده تاني. الابلكيشن بقى السبمشن بتاعك شكله هيبقى عامل ازاي ومحتوياته ايه؟ يبقى احنا كده عدينا اول حاجتين سي بي دي والبروفيشناليزم مديول. تاني حاجه عشان السبمشن رايتنج، فرقت الحاجات عن الكومبتنسز وعن الكيس ستادي، ووضح السكيلز بتاعي والاكسبيرينس اللي عندي، وبكتب كيس ستادي. فانا هنا محتاج ابتدي ايه سبمشن رايت، ابتدي اكتب السبمشن بتاعي. الترتيب مش مهم، يعني مش لازم اعمل الحاجات دي بالترتيب ده، انما هعمل الحاجات دي ونشوف ايه الحاجات اللي ليها تايم معين بيتعمل فيه. زي ما شفنا مثلا بروفيشناليزم موديول، فانت له سنه ممكن يكون اخر خطوه بعملها بعد ما كتبت السبمشن وكل حاجه، اخر خطوه بعملها بروفيشناليزم موديول. طب ايه هي السكيلز والكومبتنسز اللي انا بحط تحتها الاكسبيرينس بتاعتي؟ هم قالوا عموما كده السيرفير محتاج يبقى عنده سكيلز في الكوميونيكيشن، في التواصل، ويقدر يبيلد ريليشن شيب ويبقى عنده قدره على التواصل وشير الانفورميشن، يشارك المعلومات ويعمل علاقات، نيجوشيشن التفاوض، ونوصل للتفاوض كمان مع الكلاينتس، البرزنتيشن انه يقدر يقدم الحاجات الى جمهور الاودينس سواء لارج او سمول اودينس، وحاجات براكتيكال منها مالتي تاسكينج والاي تي والبروبلم سولفنج. بعد كده بتبتدي يفصل بقى الاربع جوانب الرئيسيه من المهارات دول الى كومبتنسز تفصيليه. الكومبتنسز دي بيقسمها لانواع ومستويات. يعني ايه انواع ومستويات؟ يعني في حاجات مانداتوري كومبتنسز لازم تبقى عند كل الناس اللي متقدمين، حاجات بيرسونال انتر بيرسونال، حاجات بعض الحاجات البروفيشنال الرئيسيه الخاصه بالبيزنس، وكومن عند كل الناس الايه فور اول كانديديتس، كل اللي مرشحين واللي متقدمين للممبر شيب لازم هياخدوا المانداتوري كومبتنسز. حاجات تانيه بتعتمد على الباث وي بقى اللي انت بتختاره، فدي تكنيكال كور، حاجات اساسيه للتشوزن باث واي. هيبقى الباث واي اللي انت اخترته ده، لو قلنا المثالين اللي احنا قلناهم
الكونستراكشن او بروجكت مانجمنت، فيبقى في تكنيكال كور كل اللي متقدمين للمسار ده لازم يحققوا ايه؟ الكور كومبتنسز دي. في بقى بعض الكومبتنسز الثانيه تختلف من واحد لواحد على حسب طبيعه شغله ومجال عمله، فده بنسميها تكنيكال اوبشنال. حاجات ثانيه اوبشنال ليها علاقه برضه بالتكنيكال بالباث واي بتاعك، ولكن اوبشنال. كل باث واي برضه بيختار اوبشنال كومبتنسز. لما بنيجي نكتب بقى في كل الكومبتنسز دي سواء مانداتوري او تكنيكال او كور، بنكتب فيهم على 3 ليفلز، وهو بيقول لك انت الليفل اللي محتاجه ايه للباث واي بتاعك. طيب يبقى في ليفل في الاول بتكتب، انا في الاول عندي نولج، عندي نول. طب انا كونت النولج بتاعتي في الكومبتنس دي من ايه؟ حضرت حاجات مع كورسات معينه، اشتغلت في مشاريع معينه، يبقى حاجات انا ادتني نولج، بقى عندي معرفه، درست في دراستي في الجامعه، في ماجستير، في كورسات، في غيره، فيبقى دي ادتني نولج. فده اول حاجه بكتبها نولج، ايه النولج اللي عندي وده انا حصلته ازاي عشان افهم الموضوع. تاني حاجه دول ان انا بعمل تراكس، ان انا بعمل عندي خبره عمليه. علشان كده الاي اس اس بتختلف في ان هي مش شهاده ليها محتوى كتاب بتذاكره وبتدخل تستمر فيه، لا هي كواليفيكيشن واعتماد ليك لعضويه ان انت عندك خبره في مجال معين، فانت بتبتدي ايه بناء على خبره معينه عندك وبتعمل لها الاينمنت مع الجايدنس بتاعتهم، فبتعمل تاخد الاكسبيرينس بتاعتك دي يبقى فيها الاين مع الاي ريكويرمنتس بتاعت الار اس اس. فهم ما عندهمش كتاب مكتوب معين بتذاكره وتمتحن فيه، ولكن عندهم بقى ايه الكومبتنسز دي لكل مجال على ليفلز مختلفه عشان تقدر تقدم على الدور. فده تاني ليفل، دول ان انت عندك اكسبيرينس. تالت ليفل بقى ان انت كمان تقدر تادفايس، مش بس تطبق الحاجه دي، لا انت واصل فيها ليفل اعلى، ان انت ما بتقابلك مشكله او بتواجهت معاك مشكله بتقدر تحللها وتعمل ريزون تادفايس، تحللها وتقدر تدخل في تفاصيلها التكنيكال وازاي تتنفس من خبراتك وتدي نصيحة مسببة reasoned advice. لما هتيجي تكتب في الحاجات دي هتوضح لهم بقى، طب انت عندك knowledge understanding، يبقى لازم توضح ايه الحاجات اللي انت حضرتها وقريتها علشان تديك knowledge understanding بالتفصيل، ايه هي الحاجة وبوضوح specific ومحددة. عندك experience خبرة، برضه يبقى توضح انت خدت الخبرة دي في انهي مشروع، كنت شغال ايه، كان دورك ايه انت تحديدا كشخص اللي بتعمله والاكسبيرينس اللي انت الدوينج بتاعك اللي انت عملته. ادفايس نفس الكلام، انت ايه هي مين هو، ايه هي المشروع، ايه الحاله، ومين هو الكلاينت، واديته الادفايس دي ازاي وامتى بالتفصيل، وازاي انت كان عندك معرفه بيها وايه ازاي هتتنفس. عندنا قلنا ايه هي الكومبتنسز، متقسمه حاجات مانداتوري وتكنيكال واوبشن، تكنيكال كور واوبشن. المانداتوري المقدمين لازم يبقى عندهم ليفل 3 من الاثكس، يبقى الاثكس والبروفيشناليزم هو واصل لليفل 3، يعني عنده معرفه ودوينج ويقدر يدي ادفايس. في حاجات ثانيه يوصل ليفل 2 كلاينت كير، ازاي يتعامل مع الكلاينت وساتسفاكشن بتاع الكلاينت، ازاي يكومينيكيت كوميونيكيشن نيجوشيشن برضه ليفل 2، يبقى هنا يوصل اكسبيرينس وعنده خبره في من الحاجات اللي عملها، لكن مش شرط انه يوصل لليفل الادفايس والهيلث اند سيفتي. ليفل 1 حاجات بس بيحتاج فيها نولج، اكاونتنج برنسبلز، بزنس بلاننج، كونفليكت افويدنس، ديسبيوت ريزوليوشن، داتا مانجمنت، التعامل مع المعلومات، مع المشاكل، مع المطالبات اللي بتتحول لخلافات، حاجات ليها علاقه بالبزنس واداره الاعمال والشركات والمحاسبه واداره الداتا مانجمنت، البيانات، ودايفرسيتي انكلوجن اند تيم وركينج، تعامل مع فريق عمل متنوع ومختلف، انكلوسيف انفايرمنت وسستينابيلتي، الاستدامه. السينيور بروفيشنال اسسمنت اللي هو المسار بتاع الاس بي اي، احنا قلنا اي بي سي واس بي اي. الاس بي اي بيبقى عنده فيه ثلاثه سكيلز تانيين اساسيين بيحققهم علشان يبقى عنده مانجيريال سكيلز، عنده والمانجيريال بروفايل بتاعه، فلازم يبقى عنده 3 additional professional competences للسينيور ليفل.
must be achieved to level 2. يعني عنده doing يبقى knowledge doing في ال leadership في managing people وال managing resources التانية غير ال people، يبقى عنده قدرات managerial في الثلاثة دول. دي بقى حسب ال pathways هنبتدي نشوف كل pathway ايه هي ال competences وايه هي ال levels اللي مطلوبة فيه. فلو خدنا pathways مثلا زي ال project management فهنلاقي طالب ليفل 3 وليفل 2 وليفل 1 في المانداتوري زي ما ذكرنا، ولكن بعد كده بقى بدأ عنده كور للحاجات التكنيكال كور والتكنيكال اوبشن. فالتكنيكال كور هنا عنده فيها كونتراكت براكتس مفروض ديفلوبمنت بروجكت بيس ليدنج بيبل اند ليدنج بروجكت بيبل اند تيمز مانجنج بروجكتس و بروجرامينج اند بلاننج الايه البلاننج والتخطيط وإدارة المشروعات وإدارة الفريق وهكذا. وده لازم ليفل 3 فيبقى يقدر كمان يدي ادفايس، يعني عنده خبرة فيهم ويقدر يدي ادفايس. وإدى ادفايس فعليا وعنده أمثلة عملية هيكتبها في السبمشن بتاعه إن هو إدى ادفايس في الكومبتنسز دي. ليفل 2 كونستراكشن تكنولوجي هات لي علاقة ده بالتكنولوجي زي مثلا بيم وغيره، Procurement and Tendering و Project Finance و تمويل المشاريع. الحاجات الـ Optional بيختار من مجموعة حاجات 1 Optional 1 Plus Level 2 وحاجات لو خدتها لازم تبقى Level 3. حاجات عن بيم و Commercial Consultancy و Contract Administration و Development و Legal Compliance maintenance, perform maintenance management, performance management, purchase, و stakeholder management, و supplier. فيبقى عندهم مجموعة كومبتنسز كتيرة، تختار منهم ايه؟ اتنين. ويبقى هنا دي الكومبتنسز اللي انت بتقدم فيها. فتلاحظ انك هتكتب مجموعة كبيرة من الكومبتنسز والليفلز مختلفة، يعني اللي بيوصل ليفل 3 ده انت بتكتب فيه ليفل 1 و 2 و 3. اللي بيوصل ليفل 2 بتكتب فيه ليفل 1 وليفل 2. فلازم تكون عقلت النولج والدوينج والادفايزنج، فلازم تكتب التلاتة. انت لو وصلت ليفل 3 تكتب الثلاثة ليفلز. طبعا تكتب برضو بعدد كلمات محدد دي سبمشن. في الكوان سيرفي هنلاقي برضو هنا المانداتوري و الكور كومبتنسز ليفل 3 كوميرشال مانجمنت اور ديزاين ايكونومكس كوست بلاننج كونستراكشن تكنولوجي هنا موجوده في الكور والكوميرشال موجوده في الكور كانت موجوده في بروجكت مانجمنت الاوبشن ال contract practice موجودة كل في الاثنين procurement and tendering project finance quantification and costing of construction works. يبقى هنا بتكتب ايه في ال 3 levels في ال core competences دي في حالة plan surveying and construction وال optional competences دي ال optional اللي موجودة عندنا فيها حاجات تانية اضافية capital allowances corporate recovery and insolvency الـ due diligence الـ insurance جات شوية ليها علاقة بـ cost of contract programming and planning feasibility project feasibility analysis و risk management. ولكن الـ commercial contract environment عادة بيختاروا اللي هي commercial management to level 3 واللي شغال في الـ consulting بيختار الـ design economics and cost planning to level 3. يبقى دي ايه الـ كومبتنسز اللي انت اخترتها. يبقى احنا كده عرفنا ان انا اخترنا باثوي 22 باثوي، اخترنا روت معين وبدأنا نختار الايه بعد ما خدنا الباثوي ده ايه دي الكومبتنسز اللي احنا هنعملها. وعلشان نقدم السبمشن بنعمل اربع حاجات اللي اتكلمنا عنهم من شويه. خلينا بعد كده نقول مثلا الليفلز دي شكلها بيبقى عامل ازاي، ومش بيسيبك كده وبس، لا بيجي يقول لك انه كل بقى الباثوي من دول له جايد. الجايد ده بيبتدي يحدد لك يمسك لك كل كومبتنس من دي ويقول لك على 3 ليفلز اللي انت محتاج تكتب فيهم ايه الحاجات اللي موجوده في كل ليفل. فيبقى الليفل بتاع النولج مثلا يبقى دي اكزامبلز اوف نولج، ان انت مثلا هنا في الكونتراكت براكتس تفهم يعني ايه فورمز الكونتراكت، يعني ايه تفهم فورمز الكونتراكت، هتستعمل البيربز من الكونتراكت ده واستعمله ازاي في الكونستراكشن، الاليمنتس البروجكتس اللي بنحتاجها علشان نختار الفورم ده، الالترناتيف فورمز
تختار بناء على ايه كل واحد. بعض الحاجات كمان جوه الكونتراكتس الاساسيه زي البونس والورانتس والانشورنس وهكذا. بعد كده ليفل 2 في الدوينج، ابتدي بقى ان انت عندك طبقت الكلام ده، عندك خبره عمليه، عندك دوينج، فانت لما عندك اكسبيرينس تقدر تدي اوبشنز للالتيرنت، تقدر ريفيو الكونتراكت بروفيجنز هايلايت ان اتمت ارانجمنت. بعد كده انك تقدر تدي ادفايس، تطلع ريبورتس وتدي ادفايس لبيربز معين في الحاجات اللي موجوده من جوه الكونتراكت بروفيجنز والكي اليمنتس في الكونتراكت لايذر بارتي من اطراف العقد. يبقى دي كده ايه؟ بدا يقول لك ايه اللي في الايه؟ في الفري ليفلز. فانت بدات تبقى عارف هتكتب ازاي؟ ايه الحاجات اللي انت موجوده؟ الحاجات دي بقى تبتدي تشوف ايه الحاجات الاساسيه اللي موجوده عندك. طبعا دي اكزامبلز، مش معناها ان انت لازم تغطي الحاجات دي كلها او لازم تغطي الحاجات دي بس. ولكن هنا ايه؟ بيوضح لك علشان تبقى عارف ايه الحاجات اللي انت ممكن مثال عليها. طيب انا هاجي اكتب في ليفلز دول، فانا قلنا اول ليفلز ان انا عندي نولج واندرستاندنج، فانا بكتب بقى علشان اجي اكتب اقول ايام اوير اوف كذا واوير اوف ده عن طريق ايه؟ خدت الاويرنس ده، اندرستاند الكلام ده عن طريق ايه؟ فاميليار بي، فانا قريت ابريد كومبليتد كورس معين عندي اندرستاندنج او شاركت في حاجه معينه ادتني النولج دي. يبقى هنا ايه؟ دي الكي ووردز اللي انا بكتبها علشان اقول ان انا عندي نولج. الدوينج انا بقى عملت حاجه، نفذت، عندي خبره، عندي فاكس، اندرتيكن تاسك معينه، كارد اوت وركس معينه، استعملت حاجات، بريبيرد حاجات، جهزت حاجات، فيبقى انا ايه؟ كنت ريسبونسبل، مسؤول عن اعمال محدده وعندي براكتس ويوزر وهكذا. الادفايس ان انا اقدر ابروفايد ادفايس، اجهز هوريزون ادفايس، اجهز ريبورت وادي بناء عليه اناليسيز وادي ريكومنديشن وادفايس، ايدنتيفاي الاوبشن، اعمل اناليسيز وادي ممكن ادفايس و انستراكشنز وريكومنديشنز. يبقى دي كده ايه الكي ووردز للادفايس، الحاجات اللي انا ابقى بتكلم عنها لما اتكلم ان انا بقدر ادي ادفايس على ليفل 3. يبقى دي الايه؟ ال 3 ليفلز من المواضيع اللي فيهم هي موجوده بقى في الجايدنس بتاعي او ال باث واي جايد. و لما اجي اكتب في كل موضوع من الكومبتنسي هكتب ازاي. بعد كده هنا بنتكلم على مجموعة بقى حاجات تانية، انه الطريق للممبرشيب ده، انه في الرايتنج تيبس انا محتاج اكتب اوضح زي ما قلت من شوية ان انا عملت الكلام ده فين وامتى وازاي وفي اي مشروع، واوضح بتفصيل، لانه دي معظم الكومنتس اللي بترجع على السبمشنز ان انت مش موضح التفاصيل دي. لو انا مقدم في الاي بي سي فانا هعمل هكتب الكومبتنسي 1500 كلمه في المادات الكومبتنسي واربعه في التكنيكال اللي هم الكور والاوبشنال، وعندي كيس ستادي واحده 3000 كلمه اكون عملتها خلال اخر سنتين. يعني لازم تبقى حاجه اتعملت قريب، ما تبقاش حاجه من الاكسبيرينس القديمه بتاعتي، واحقق 48 سي بي ديز في اخر سنه واعدل البروفيشناليزم. يبقى دي الاربع حاجات اللي انا بعملهم لما اقدم في المسار الايه؟ الاي بي سي. دي امثله للرايتنج، ازاي انا هكتب وشكل الرايتنج شكله ايه وعدد الكلمات شكله عامل ازاي. فدي ايه؟ امثله للرايتنج. حاجه مثلا هنا دي في السيفتي لليفل 1. مثال تاني مثلا انا بكتب لليفل 2 الكونتراكت ادمنستريشن بحاجات دوينج واكسبيرينس واكتب وكده. حاجه ثالثه هنا مثلا ببتدي بقى بدي ريزون ده ادفايس في البروكيورمنت والتندر، فانا اديت ادفايس للشركه الفلانيه وللكلاينت الفلاني في اعمال ايه وايه هي شركتي، وبكتب واوضح بالتفصيل علشان يبقى متاكد انت بتكتب حاجه فعلا انت عملتها. وبعدين في الانترفيو يبتدي يرجع يسالك من الحاجات اللي انت كاتبها دي علشان يتاكد ان انت فعلا اللي عملت الحاجات دي. دايما بنكتب اي لو كذا اي
او ايه في كذا، اي انا في كذا، بكتب اي دايما في السبمشن بتاعي، غير مثلا التكنيكال اكاديميك رايتنج بتجنب ان انا بكتب اي. مفيش الكتابه دي فيها انت الريفرنس بتاعتك الخبرات والمشاريع والكلاينتس عملت معاك، مفيش بقى ايه اكاديميك ريفرنسز ولا كتب ريفرنس قوي، الا طبعا لو انا مثلا قريت كتاب معين، بستعمل بكتب على اكت معين قانون وهكذا فبحطه، بس ان انا ما بعملوش ريفرنس بالطريقه الاكاديميه. بيبقى عندي في معايا شخصين بتعامل معاهم، شخص بتعامل معاه من الاول خالص اسمه كانسلر، شخص تاني ما بشوفوش الاسيسور او اللي بيبقى في الانترفيو بعد كده. ففي الكانسلر اللي بيبقى معايا بيبقى بضيف على الموقع، لازم اتزامن انا اضيف كانسلر يابروف السبمشن بتاعي قبل ما اقدمه. يبقى هو فيرست تيست وجادجمنت ايه للسبمشن بتاعك، علشان يوضح لك انه السبمشن بتاعك دلوقتي جاهز ولا يديلك ادفايس ايه اللي تعدله لحد ما تبقى جاهز، يقول لك خلاص انت جاهز تقدم، ولما اقدم هديلك ابروف انه تدخل على المرحله اللي بعدها. بعد كده السبمشن بتاعك بيروح للاسيسور، الاسيسور ده يا اما هي ابروف وهتروح للفاينل اسيسمنت انترفيو، يا اما نوت ابروف وبالتالي هيديلك ريفرال وبعدين تبتدي ترجع تقدم تاني. هيبقى تستنى بقى الايه الراوند اللي بعدها وترجع تقدم تاني. المسار التاني اللي هو الاس بي اي، انت التقديم بتاعك بيبقى اول حاجه 400 كلمه على المانجيريال بروفايل بتاعك، وبعدين دول اتقبلوا وانت اتقبلت في الاس بي اي روت، بتبتدي تروح تكتب 3 كيس ستاديز، كل كيس ستادي 1500 كلمه وبتحقق 20 بس سي بي ديز، وطبعا الايه البروفيشناليزم موديول. يبقى دول اربع حاجات لو انت مقدم على المسار الايه الاس بي اي اللي هو عندك اكتر من 10 سنين خبره وشغال في مانجيريال بوزيشن. انت في الاس بي اي بقى بتدي دي الكومبتنسز الاساسيه اللي انت موجوده عندك، وبتكتب ال 400 كلمه دول، بتقول واحنا قلنا اهم حاجه ليدرشيب ومانجنج بيبول ومانجنج الاذر ريسورسز، فدول الايه 3 كومبتنسز اللي هيتضافوا عندك هنا في الايه في الاس بي اي، وضايفين كمان بعض الحاجات التانيه الاضافيه اللي انت ممكن تبقى عندك، ولكن دول الثلاثه الاساسيين. وتكتب ال 400 كلمه دول زي اختصار للايه السي في بتاعك، الحاجات المانجيريال بوزيشنز اللي انت عملتها، وكنت بتدير فريق شكله عامل ازاي، ومكون من قد ايه، وايه الرول المانجيريال بتاعتك كانت مع التيم ده. احنا قلنا في الحالتين في الاي بي سي والاس بي اي انت بتكتب كيس ستادي. في الحاله الاولانيه بتكتب كيس ستادي واحده 3000 كلمه انترودكشن والابروتش وكده، دي الحاله الاولانيه كيس ستادي واحده 4500 كلمه، الثانيه 3 كيس ستاديز كل واحده 1500 كلمه في الـ في الـ SPA. وكده تبقى انت خلاص جهزت السبمشن بتاعك. لو انت ABC فانت بتكتب الكومبتنسز وكيس ستادي، لو انت SPA فانت عديت الايه؟ الفيتنج ال 400 كلمه دول واتقبلت وكتبت 3 كيس ستاديز. بتحمل دول على الموقع مع السي بي ديز 40 او 20 حسب اللي انت محتاجه، وكمان البروفيشناليزم مديول خلصته، والكونسلر بقى اللي على الموقع اللي انت ضايفه على الموقع يديلك ابروفل، يبقى تقدر تقدم بعد كده وتروح للانترفيو. طيب مواعيد الانترفيوز امتى والسبمشنز امتى؟ كل ريجن له مواعيد معينه، فالميدل ايست ونورث افريكا ليهم مواعيد، انه السبمشن ديدلاين بيبقى من 4 ل 11 مارس او في سبتمبر، فيبقى في ميعادين للسبمشن راوندز موجودين خلال الايه؟ خلال السنه. يبقى انت كل 6 شهور في سبمشن، يعني انت لو خدت قدمت اول واحد وما وصلتش للانترفيو ورجع لك تاني عايز تعمل ايه سبمت، فيبقى عندك بعد 6 شهور هتعمل ايه؟ سبمت. بعد ما بتعمل سبمت بتروح للايه؟ لو هو الحاجات اللي اتكلمنا في الاول عن السي بي ديز ال 20 او 40 ساعه بقى على حسب الروت بتاعك من روت 1 ولا روت 2، وبروشنزم ديول ده مطلوب في الحالتين، والكومبتنسز انت عندك في الاس بي اي تقدم مانجيريال بروفايل 400 كلمه الاول بيتقبلوا، وبعدين بتقدم في الثري كيس ستاديز، اما في الاي بي سي بتقدم كومبتنس سامر اكسبيرينس كامل مع في السبمشن بتاعك في الليفلز كلها، بتكتب فيها كل الكومبتنسز كل الليفلز المطلوبه مع الايه؟ الوان كيس ستاديز. بنقدم عندنا
في مرتين في السنة، ففي كل 6 شهور في المينا ريجن، الميدل ايست اند نورث افريكا، في سبمشن في مارس وسبتمبر. لو انت اي بي سي وقدمت وابروفد هتروح الانترفيو، لو مش ابروفد هترجع تريسبميت تاني بعد 6 شهور، ترجع الكومنتس اللي جاتلك من الاسيسور وتقدم تاني بعد 6 شهور. فانت ما تقدمش الا لما الكونسلر يديلك ابروف. الكونسلر ده كده عدى مرحله، طيب انا اسيسور بقى ادالك كومنتس، فترجع تاني مع الكونسلر وترجع تقدم بعد 6 شهور وبعدين تعمل الانترفيو. في الاس بي اي لا، انت مجرد ان الكونسلر ادى ابروف بيتحدد لك بقى بعد كده ميعاد الانترفيو. الانترفيو بقى بتعمل برزنتيشن. انا قبل الانترفيو بجهز البرزنتيشن في الحالتين، ولكن بتختلف محتوى البرزنتيشن. البرزنتيشن في الاي بي سي بتبقى عباره عن برزنتيشن حوالين الكيس ستادي. البرزنتيشن تتقدم في 10 دقائق حوالين الكيس ستادي بتاعتي. اما في حاله الاس بي اي فانا بقدم برزنتيشن برضه 10 دقائق ولكن عن المانجيريال بروفايل بتاعي. ما بذكرش فيهم الثلاثه كيس ستادي اللي انا مقدمهم الا لو جيتس معينه برضه ليها علاقه بالمانجيريال بروفايل بتاعي، لكن البرزنتيشن بتبقى عباره عن المانجيريال بروفايل بتاعك شكله عامل ازاي. انت ايه الاكسبيرينس بتاعتك والبوزيشنز الاداريه والحاجات المانجر البروفايل بتاعك اداريا والاتشيفمنتس اللي حققتها من الناحيه الاداريه. الانترفيو في كل حالات بشكل عامل ازاي؟ الانترفيو في الاي بي سي انت قلنا في 10 دقائق بتعمل برزنتيشن. طبعا الاول في انترودكشن وبيبتدي يعرفك شكل الانترفيو عامل ازاي، بيشوف الغرفه اللي انت قاعد فيها 360 بيشوفها كلها، بيبقى مسموح لك معاك حاجه غير ورقه وقلم وميه مثلا لو انت دي اللي موجود جنبك، مش مسموح لك معاك حاجه ثانيه ولا تستخدم الكمبيوتر برضه في حاجه، ورقه وقلم بس على تاخد نوتس ولا حاجه وانت شغال، فرق فاضيه برضه. وبرضه انت بتبتدي بقى هنا يقول لك جاهز، تبتدي تعمل البرزنتيشن بتاعك لمده 10 دقائق، تقدم الكيس ستادي بتاعتك في البرزنتيشن، بعدها بيبتدي يبقى فيه اسئلك في البرزنتيشن لمده 10 دقائق، ديسكشنز عن السمر اكسبيرينس اللي انت كاتبه والسي بي ديز اللي مذكوره والتكنيكال كومبتنسز، ويبقى في جزء مهم جدا عن الرول اوف اثكس، الرول اوف كوندكت والاثكس يعني، بيبقى في جزء مهم عن الاثكس والاخلاقيات 25 دقيقه. وبعدين بيبقى في مثلا لو في اي حاجه كانت من خلال الانترفيو عايز تغطيها او اجزاء اتفتحت عايزين نتناقش فيها فبديها في الاخر، وبعدين كلوزنج في دقيقه او دقيقتين. طيب ده هنا ايه الاستراكشر بتاع الانترفيو. في الاس بي اي نفس الاستراكشر تقريبا برضه، بتبقى برزنتيشن 10 دقائق بتعرض، زي ما قلنا هنا بقى البرزنتيشن مختلفه، انت مش بتعرض الكيس ستادي، انت بتعرض المانجيريال بروفايل بتاعك، وبعد كده انت يسالك بقى كويشنز في البرزنتيشن وفي الكيس ستادي. و هنا لو ما غطيتش كل حاجه طبعا انت بتبقى كمان في السبمشن بتاعك مش مغطي كل الكومبتنسز، فبيبتدي يسالك في بقيه الكومبتنسز الثانيه من حاجات الايه الكور دي الاوبشن اللي انت مختارها، وبرده اسئله في الايه في الرول اوف كوندكت والاتكس. فعلى الرول اوف كوندكت والاتكس حاجات اساسيه علشان تعدي الاختبار، الباقي بيبقى مش معروف يعني، مش هتجاوبه دايما كله 100%، لكن مثلا بنسبه 70% من الموضوع هيبقى لو انت جاوبت بنسبه 70% بيبتدوا بيبقى في ثلاثه غالبا مسؤولين عن الانترفيو يحضروا معاك الانترفيو. واحد هو التشير هو اللي مسؤول عنه انه يقدم ويعرفك بالموضوع، وغالبا بيبقى هو الاسئله الاثكس والمانداتري، والتانيين بيسالوا في الاسئله التكنيك. وبعد بقى ما انت مشيت بالمسار ده زي ما احنا قلنا، حضرت عملت الاكونت بتاعك على ال ار اس اس، دخلت على البورتال للتقديم، دفعت الممبر شيب، جهزت السبمشن بتاعك، قدمت الكلام ده وخدت ابروفل للسبمشن من اول مره او من ثاني مره، رحت بعد كده للايه للانترفيو ووصلت الفاينل سبمشن، ورحت بعد كده للانترفيو. طبعا الكونسلر وافق لك هنا انه يبقى فاينل سبمشن، او بعد كده في الاي بي سي الاسيسور بيوافق عليه، لازم اكسترنال اسيسور بيوافق عليه.
عشان تروح الانترفيو، خلاص الاس بي اللي تروح للانترفيو على طول. عديت الانترفيو برضه من اول مره، خلاص بتبقى اكسبتد ممبر. بعد كده ممكن ترجع تعمل الايه؟ الانترفيو تاني في التوقيت اللي بعده، الراوند اللي بعدها بعد 6 شهور. وبعد كده خلاص بقى عديت الانترفيو، بيجي لك بقى كونجراتوليشن، انت بقيت ممبر، بقيت ام ار اس اس، بقيت تشارتر سيرفيور. ممكن بقى اي تشارتر بروجكت مانجمنت سيرفيور، تشارتر كيوز اند كونستركشن سيرفيور، حسب الايه؟ الباث واي بتاعت من ال 22 باث واي اللي احنا قلنا عليهم، بتبقى بقيت تشارتر سيرفيور ال ار اس اس. بيوصلك بعد كده شهاده بالايه؟ بالاهتمام ده. بتحتاج تدفع حاجه اسمها زي ادمشن كده، تشارتر اليكشن، رسوم للتشارتر اول مره، وبعدين بعد كده بتدفع رينيوال فيس سنويه. كل سنه بتدفع رينيوال فيس المرضيه بتاعتك، وبرضه بتحتاج تحقق كل سنه سي بي ديز، 20 سي بي ديز على الاقل 10 منهم كل كالندر complete 10 hours total CPDs and 20 total hours of CPDs. فهما يجمعنا 20 على الأقل 10 منهم formal continuous professional development hours، وبتضيفهم على الويب سايت بتاعك. حضرتك تدخل على الويب سايت وتدفع الايه؟ الانيوال رينيوال فيز، وتجدد الدورات بتاعتك بصفه سنويه بعد كده. هم عندهم مجموعه بقى من الستاندرز، حاجه اسمها مثلا بلاك بوك، مجموعه من الستاندرز المختلفه، في لوس اند اكسبنس، في الكاش فلو، كونستراكشن سيكتورز، رول اوف كان سيرفير، كوست اناليسيس، دامجز، ديفيكتس. فيبقى التكنيكال براكتس دوكيومنتس دي اللي بتغطي حاجات ليها علاقه بالكونستراكشن بروجكت لايف سايكلز، دي بيسميها بلاك بوك. وهنا بيقول ان هو اندر ريفيو حاليا، حاطط نوت في الايه؟ نوتيفيكيشن في الويب سايت. عندهم برضه ستاندرز ثانيه كتير، لو دخلت على الستاندرز اللي عندهم حاجات بيلدينج سيرفينج ستاندرد، كونستراكشن ستاندردز، ديسبيوت ريزولوشن زي ما قلنا، حاجات ليها علاقه بالعقود والمطالبات والمنازعات كتير. عندهم رولز اوف ميجرمنت، نيو رولز اوف ميجرمنت، مخصوصة مجموعة مختلفة برضه، الحالات مختلفة من الأعمال، فيها تفاصيل كتير مهمة. برنسبل اوف ميجرمنت، عندهم برضه اونلاين نوليدج هاب اللي هو اي سيرد، فجهة الحقيقة غنية بمعلوماتها والحاجات اللي ممكن تستفيدها منها في الناحية العملية. يبقى احنا كده ايه؟ اتكلمنا على الخطوات لحد ما بقيت ممبر. حد دلوقتي اسئلة لحد هنا؟ تمام. حد دلوقتي اسئلة يكتب في الشات مثلا. يبقى كده احنا ايه؟ وضحنا الفكرة الأساسية، ايه هي؟ رجعنا تاني الاول كده نقول الحاجات اللي احنا بس ريكاب سريعا كده، الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. اتكلمنا عن ايه هي الار اس اس، ايه فوائد عضويه الار اس اس، الممبر جريدز الاسوشيت والممبر والفيلو، اتكلمنا على الباث وايز ال 22 ال 22، اتكلمنا حاجات الكي منهم الاساسيه في 3 مجالات، اتكلمنا على الروتس اللي هي الاي بي سي والاس بي اي، و اتكلمنا على خطوات كل واحده، شكل السبمشن والكومبتنسز اللي موجوده لكل باث واي، والسبمشن هيبقى شكله عامل ازاي. قلنا انك تحتاج كونسلر علشان يوافق على موقع، حد يبقى ممبر الار اس اس يبقى كونسلر عشان يوافق لك انك ايه تسبمت. فبتبقى برضو من الحاجات المهمه في الاول، وانه يساعدك يديلك جايدنس شويه ازاي تعمل الاينمنت، الحاجات الاساسيه كم ايه اورينتيشن سيشن كده، الحاجات الاساسيه علشان تقدم وعشان تعرف ازاي تجهز السبمشن بتاعك. في بقى هنا انت محتاج تعمل
بنفسك انك تبقى بقيت اوير بالستبس اللي احنا قلنا عليها دي، ودخلت تاني على الموقع وشفت البرزنتيشن دي واللينكات اللي فيها وفتحت الاناليسيس. بعد ما بقيت بعد الاويرنس سيشن دي، فتبقى بقيت اوير بالبروسيس شكلها عامل ازاي، وهتبتدي بقى تشوف انت جاهز لاي حاجه يعني باث واي. مثلا تفتح الباث واي جايدنس بتاعته، تشوف انت مناسب معاك الروت الاي بي سي انك تكتب سمر اكسبيرينس وان كيس ستادي، ولا في مانجيريال بروفايل تقدر تقدم على الاس بي اي. وتبتدي بقى تشوف ايه كونسلر. في بعض الجهات انا واخد منهم هنا في الريفرنس الخطوات اللي هم بيشتغلوا بيها، بيدوا بيساعدوا في المنتورنج شويه للموضوع، بيعملوا يعني معاك مجهود اضافي عن اي كونسلر عادي يعني. اللونج ستيب ان هو بيبتدي يشوف بيفلتر الاول الناس دي عشان يشوف هي مناسبه ولا لا. لو بيقول لك انت مناسب لانهي مسؤول، فبيديلك سبورت مثلا في الموضوع ده، او تكلم حد ممبر قبل كده او عنده اكسبيرينس في الموضوع. الالاينمنت ستيب انك يبقى انا عندي نولج في كل الكومبتنسز دي، في كل الحاجات اللي هم قالوها، في كل التفاصيل دي للليفلز اللي مطلوبه، ولكن انا عايز الاين ده مع الايه الطريقه البريطانيه بتاعت الار اس اس. انا محتاج برضو ابتدي اشوف بعض الحاجات التريننج والحاجات الجايدنس بتاعتهم علشان الاين بقى استعمل نفس الترمينولوجي والمصطلحات اللي هم بيستعملوها، نفس التصنيفات. مثلا لو اتكلمنا مثلا على تصنيفات الكونتراكتس مثلا او تصنيفات الدوكيومنت روتس، هتلاقيها مختلفه جدا حول العالم. فانا محتاج اتعامل بالتصنيفات اللي هم حاطينها اللي بتستخدم، المسميات اللي هم استعملوها وبيستخدموها. فانا محتاج اعمل الاينمنت للنولج بتاعتي معاه علشان اقدر اعمل رايتنج يكون مناسب للانفورميشن ده ويتقبل. وطبعا اخد التبس اللي احنا قلناها دي وريفيو الرايتنج ده مع الكونسلر او لو في منتور كمان، وعلشان اقدر اقدم وابقى جاهز. يقول لي ده خلاص جاهز، في الاغلب هيتقبل لما يتقدم. طبعا لو ما اتقبلش هيجي يعني كومنتس، انا هعمل الكومنتس دي وهقدم تاني هيتقبل يعني. ف برضه بيبقى الجدول انك تعمل نفس الجدول واوقات وكده. الكيس ستادي برضه احنا كتير ما بنبقاش عارفين ايه بنكتب فيه في الكيس ستادي، بتبقى محتاج تقعد مع حد شويه تعمل برين ستورمنج بسيط كده، تلاقي ان عندك بعد ما يعمل معاك برين ستورمنج بسيط كده تلاقي ان عندك افكار كتير، وممكن يبقى عندك كيس ستاديز كتير كمان تقدر تكتب فيها مش واحده بس. يبقى في الاول يعني مش قادر تحدد، ولكن بعد كده تكتشف ان في حاجات كتير من خبراتك تقدر تكتب فيها. فيبقى ايه الستيب اللي بعد كده وازاي تكتب، وانك تشوف بقى الاستراكشر اللي موجود وتكتب وتوضح وانت بتكتب ايه الكومبتنسز اللي انت قدرت تحققها وتفوكس انك وصلت للليفلز اللي مطلوبه فيها. وبعدين تعمل لها مراجعه في الاخر ان هي مظبوطه، ولو بروف ريدنج تخلي واحد زميلك يقراها او حد تاني يقراها. لما حد بيقرا بتريش ايز كده انت ممكن لما تقعد تقراها كذا مره تبقى اتعودت على الكلام ده ومتخيل ان هو مفهوم، بس عاد لما يقرا من بره يبقى فيها الحته دي مش واضحه، الحته دي محتاجه تتعدل، فيبقى مش مفهومه، فبيظبطها معاك بحيث ان هي تبقى ايه واضحه وفاينل. لو حد بس يعني تشيك الانجلش لانجوج وكده وتبقى فاينل وتقدمها. طبعا الكلام بتاعك ممكن تضيف فيه جزئيه مهمه، انك تعمل انترفيو بوكس، انك تعمل بوك للانترفيو لو في حد برضه تقدم قدام البرزنتيشن بتاعتك يسألك بعض الأسئلة الأساسية والتكنيكال والحاجات دي، بحيث إنك إيه تبقى فاميليير بعد كده مع شكل دي الانترفيو، وتدخل الانترفيو إن شاء الله وتنجح. فدي إيه بعض السيرفيسز اللي إحنا بتقدم، أو إنك تلاقي كونسلر أو حد ممبر أو حد يقدر يساعدك في الجايدنس ده بعد ما عندك الأويرنس سيشن اللي احنا اتكلمنا عنها. في اي بقى اسئله لحد هنا؟ في اي حد عنده اي اسئله؟ مسجلة أو أم مسجلة؟ هل في حاجة كيف نعرف المسار المناسب؟ هو
هم 22 مسار، انت بتبتدي تدخل. انا جبت منهم الاثنين الاشهر، بس المسارين الاشهر اللي مطلوبين يمكن اكتر في الماركتنج، خصوصا كوانت سيرفي. ففي كوانت سيرفي كان كونستراكشن، وفي برودكت مانجمنت، دي الحاجات الاشهر. بعد كده ودي اللي هتلاقي يعني في ناس كتير وبعدين هم يقدروا يدوا لك جايدنس فيها. بعد كده انت لو انت عندك بقى خبره في حاجه تانيه تشوفها من ال 22 مناسبه وتقدر تشتغل عليها، انت هتبتدي تشوف بقى ايه هي المسارات اللي موجوده. وكل ده موجود من على الويب سايت عندهم، هم ال 22 وكل الكومبتنسز اللي في كل واحده، تبتدي تشوف الانسر بناء عليها، تفتح بقى الجايد بتاعها وتبتدي تشوف الحاجات دي عندك ولا لا. لان هو في الاخر انت مش بتدرس حاجه عشان توصل للمنبر شيب دي، لا انت لازم يكون عندك خبرات في الحاجات دي، في الكومبتنسز دي، علشان تقدر توصل للمنبر شيب. بتشوف ايه اللي عندك فيه خبرات علشان مناسبه مع متناسبه مع خبراتك عشان تقدم فيه. نطاق زمني مقترح، هو كل واحد يعني هيبقى له اطار مختلف. يعني ممكن واحد يقعد يحتاج ان هو يقعد 6 شهور، ممكن يقعد سنه يجهز في السبمشن بتاعه حسب انت قدرتك على الرايتنج، الوقت المتاح ليك انك تقدر تعمل فيه رايتنج. او من 3 ل 6 شهور ممكن تكون كتبت وراجعت ورتبت سبمشن كامل. فده رينج، انما رينج انك تحصل عليها بقى حسب كمان برضه الانترفيوز انت تاخد. يعني عديت من اول راوند في السبمشن، عديت من اول راوند في الانترفيو، فدي بتبقى مجموعه راوندز كده ممكن خلال سنه او سنتين بتكون حققت الايه؟ الممبرشيب. المبنى العلميه الاساسيه لكل حاجه انك هتشوف المواضيع دي وتدرس الحاجات اللي علاقه بيها، وتشوف الجايدنس نوتس بتاعتهم، تشوف النولج هاب اللي عندهم، هتبتدي تشوف الحاجات دي وتبحث فيها وتتعلم فيها اكتر. هتلاقي الموضوع يعني مفيش ايه ماده زي ما قلنا، مفيش ماده كامله دي الدراسه. طبعا بعض الحاجات برضو اللي بتقدم السيرفيس ممكن يبقى عندهم بعض الماتيريال جايدنس شويه في الموضوع. السي بي دي مش يعني مش لازم شهاده او شهاده معتمده من مكان معين، لا انت بتقول لهم حضرتك كورس وخلاص. يعني ايه مش بالتفصيل دي. فكره معظم الماتيريال اللي عندهم دي مجانيه، تقدر تحصل عليها من مواقع مباشره، حاجات قليله اللي بتحتاج اشتراك. اللي بيسأل على الفايل في الأول دايركت يعني يشوف التسجيل ويرجع المحاضرة، بس هي الحاجات الأساسية إنك جهة الاعتماد من جهة ليها يعني قيمة كبيرة حوالين العالم، بتبقى مطلوبة كتير في الوظائف في مختلف الأماكن، وبتساعدك إنك تحصل على وظيفة كمان أفضل. وكبزنس لو أنت شركة بتقدم في مكان بتبقى اعتمادها أو عندها ناس معتمدين، علشان كده بيبقى مطلوب. لو حد عايز يتابع معايا في اي حاجه من دول او يسالني فيها او تاني ان انا ابقى كونسلر يبعت لي تحت امرك. في اسئله تانية عشان ما جبتش عليه؟ هل الـ New Rules of Measurement ملزمة زي الـ PEDEC؟ هو الـ PEDEC مش ملزم، هو الـ PEDEC هيبقى أنت العقد بتاعك في المشروع كله ملزم، الـ PEDEC مش ملزم، والـ New Rules of Measurement برضه مش ملزمة، بس هي بتدي جايدنس في حاجات كتير، بتساعد مثلا إنك تعمل يعني أنا في حد زمان احتاج إنه استفاد منها كتير في إنه الـ Premium مثلا أو الـ Breakdown للـ Birth Quantity بتاعتك، و استخدم البريليمز كان بيحسب الاندايركت كوست او انك تعمل بيرف كوانتيتي عن طريق او تتكلم على ستاندرز كتير حاجات في الدنيا اللي المفروض انك تمجر من توغير. الحقيقة
خصوصا الاكسبرت ويتنس، عندهم سيرتيفيكيتس في الاكسبرت ويتنس، بس ما مش فاكر ان هي باث واي، بس عندهم سيرتيفيكيتس يعني مات في الاكسبرت ويتنس. الكوتشنج شيء أساسي وكم تكلفته؟ كونسلر، أنت ممكن تختار أي حد ليمبر تتواصل معاه يبقى كونسلر ليه. إنما حد يعمل لك منتورنج برنامج بقى كامل، في بقى أماكن مختلفة، حد يديلك كورسات، يديلك تريننج، يعمل معاك بوكس معينة، في دي بقى بتبقى حسب الأماكن وتكلفتها يعني. أنا أحد الأماكن اللي ساعدتني كانت إيربكس، دي من الأماكن الممتازة يعني اللي كنت اتعلمت معاهم نظام محترمين. وديت على الاكسبرت ويتنس ده نيوز فيجن انت انا ده وقتها، هي يعني انت في ناس بتستعملها وبتستفيد منها، انما فكره موزيلا مش شرط. طيب لو حد برضه مش واضح حابب يتواصل معايا تاني بصفة شخصية، برضه تحت أمركم يقدر يتواصل معايا على أي أكونت من الإيه الأكونتس بتاعتي. إيه بس أنا بشر إنه كان في زملاء كتير سألوني قبل المحاضرة، قلت لهم احضروا المحاضرة وبعدين بعد كده نتكلم. بقى على أي بقى أكونت من السوشيال ميديا أو غيره تواصل معايا و تحت أمركم. العفو مهندس إبراهيم، تسلم. العفو مهندس إبراهيم، جزانا وإياكم مهندس أنس. طيب شكرا جزيلا، أتمنى أكون وضحت الموضوع قدر الإمكان، الاستفسارات عندي كتير، ودايما دايما بيبقى واضح، ودايما الناس تعرف تدخل الموقع بتفهم ايه هو الموضوع لتشعبه وتعدده. اتمنى ان انا اكون لخصته بتلخيص مفيد للمهتمين بالموضوع. بشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. ألف شكر يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير، تسلم يا باشمهندس، سلام عليكم. جزيلا.